احنا في مشهد انساني كده حصل فيما يتعلق بالأزمة في غزة والمساعدات اللي مصر بتتبناها وبتتبنى توصيلها لأهالينا في القطاع. بنشوف كلنا بنشوف تقريبا في الشوارع واحنا ماشيين بتبقى القافلات لها أماكن معينة بتتحرك منها وبتتحرك باتجاه لمعبر رفح المصري للوصول لغزة. أحد المشاهد اللي كانت موجودة النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي هو فيديو قصير جدا لبائع فاكهة وتحديدا تقريبا كان برتقال، كان واقف يبيع هو قدام حضراتكم اهوت، يعني اعتقد الصوره واضحه، يعني هو الراجل بيبيع برتقان على عربيه في الشارع او ده محل ومعديه قدامه عربيه قافله، هو عايز يساعد بس مش عارف يساعد ازاي، فرمى برتقان على العربيه عشان توصل لاهالينا في غزه. الراجل بكل عفويه كان يعني تعامل مع الوضع بدون اي ترتيب ولا بدون اي بروتوكول. شوفوا حضراتكم، يعني اعتقد الناس كانت في الشارع ممكن في اللحظه الاولى كانت مستغربه من اللي بيحصل، لكن عم ربيع ابو حسن راجل يعني عمل اللي ما كانش حد ابدا يتوقعه. عم ربيع ازيك؟ الو. ايوه يا عم ربيع، ازي حضرتك؟ معاك يا فندم. لا سلام ده تفصل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ايه اللي انت عملته الجمال اللي انت عملته ده عم ربيع؟ والله يا فندم ده اقل حاجه يعملها الشعب المصري يا فندم. والله في ناس كتيره في البلد دي احسن مني بكتير والله، لكن كنت اتمنى يكون عندي حاجه اكبر من كده وانا اعملها والله. ما هو الفكره انت انت بتعمل فيما في اغلى ما تملك، انت راجل على باب الله نازل تبيع برتقال عشان تروح اخر النهار ب لاولادك بفلوس، وانت فراس مالك ده انت بتحدفه على العربيه، يعني ده انت يعني مش عارف اقول لك ايه والله يا عم ربيع، لكن ما فيش احسن من جات لك الفكره ازاي طيب يعني وانت ولا هي؟ والله يا فندم انا كنت كل يوم اروح البيت اسمع النشره واسمع اللي بشوفه دوتي في فما صدقت حاجه جت من ريحتهم ريحت بالي شويه، قدرت ارمي على قد ما قدرت واصبحت بعد ما كنت كل يوم بدعي لهم، انا اصبحت لقيت ناس بتقول لي انا بدعي لك، احنا بندعي لك يا عم ربيع، فبقيت حاجه ساعداني قوي. ربنا يكرمك والله يا عم ربيع، يعني اللي انت عملته ده رساله برغم بساطتها لكن هي رساله مهمه جدا، لان احنا هنفضل نقول يا جماعه احنا عايزين نتبرع لاهالينا في غزه، ابواب التبرع كتيره وابواب المساعده كتيره. عم ربيع اتبرع باللي يقدر عليه وبالطريقه اللي هو يفهمها ويحسها، وتحديدا البرتقال ده كان ليه قصه اصلا، اللي كان فيه فيديو قديم من داخل قطاع غزه، يعني جنود الاحتلال كانوا بيسرقوا برتقال من عربيه بائع في شمال قطاع غزه في بدايه الاحداث، فكان التاريخ بيعيد نفسه لكن بصوره تانية. عم ربيع هنا من مصر بيوزع او بيتبرع براس ماله اللي هو لا يملك غيره طبعا لاحد القوافل اللي بتمر عليه بالصدفه ومتجهه ناحيه رفح. انا بشكرك جدا عم ربيع وربنا يكتر من امثالك والشعب المصري ومصر دايما بخير طول ما فيها ناس طيبه وبتضحي بكل ما تملك وبالغالي عندها في سبيل اخواتنا في قطاع غزه، لان احنا عندنا مسؤوليه انسانيه كبيره جدا امام اهالينا في غزه. مصر لم تتاخر ولن تتاخر يوم عن تقديم كل الدعم لاهالينا في غزه.